نبدأ ذو الإنشاد والصلاة على محمد. صلوا يا عباد، ومحمد يشفع فينا في يوم الميعاد، وماتوا تمشي للجنة. يا ويح الكفار ما تبعوا فرض ولا سنة، ذوك احطب للنار جهنم فيهم تستنى. ذي قصة تنعاد ونحكيها للمر والفهم، أولاد المرماد ربعين طفل خاوة تحكم. هاجوا كيل فراد والراحة تهيلك بونادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، وخوكم الشيخ علال كل يوم يهديكم كلام. المغاربة الحرار اللي ما يفوتوا عار، ورحنا زايدين في الحكاية قدام. وهذا الكلام يبقى تاريخ. أرنا يا سادات يا كرام، كما قلنا في الحكاية اللي زايدين قدام، قال له روح قول لي هتخرج للقتال ولا غادي نقطع لك الراس نتاعك. قال له يا سيدي لا راها سجيعة وما كاش اللي يرد لها دريحها، ولا دير الراي ديالي روح تروح. القراعش بدل المنجل، العبد غير شاف المنجل كفلو البلانا كيتي هذا سلاح جديد جاي يجري عند لاله. قالت له هذاك السيد اش تبغى؟ هذاك ايه راه يدور على القتال ديالك. كيفاش راه يدور يتحارب معاك؟ كيفاش ياك ما قلت له والو؟ قلت له لا راه قليل اللي يرد لي هاد ريحة، ولا راه ما كاش اللي يقول لي هاد كذب. لكن يا لالا هذا عنده واحد السلاح عمره ما شفته في حياتي، سلاح جديد. ايه المياسات نوات. قالت ياك ما خرج شي سلاح خر وانا ما شفتوش ما عنديش عليه الخبر. اروح 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 تبعني تبعني. جام تبعها دخلته لدار السلاح، بقات توريه في الانواع نتاع السلاح اللي عندها. كيما هذا لا، كيما هذا لا، كيما هذا السلاح لا. وراتو جميع الانواع ديال السلاح، قال ليها غير هادشي غير تخربقي. كيفاش الا لا هذا؟ قال ليها عنده واحد السلاح ما عمرو ما شفتو، عنده الدورات وداير الاسنان خاطر منجل. العبد ما يعرفش المنجل. خيتنا واسمو؟ قالت هذا السلاح وقيل جديد وانا ما عنديش عليه الخبر. ارى نخرج له في الصيفة اللي كان خرج فيها نقاتل الرجال نيشان. معاه هي زينة عدلت روحها، طلقت سالف منا وسالف منا على اليمين وسالف على اليسار، وجات خارجة كأنه هو ديماندا بالزين. خلطت عنده، خينا كي خلطت عنده في حاف الزين انت حلي طه ربي حل فمو ما غلقو، ويضرب ذاك المنجل مع الأرض. أكيتي أنا اللي غادي نتحارب مع هادي؟ والله نعال جد والديك منجل. الحبيبة قال ليها مرحبا بك، خيتنا بالخلطة طيرت له الراس نتاعو. لغات على العبد، لا أرواح انت عندك عقل ولا ما عندكش؟ قال لي هيا لالا بالعقال ديالي علاش ما عنديش؟ خلا دار امك هذا ما عرفتوش؟ لا. قلت له ساعة اخرى خصك تبقى تشوف الحوايج. هذا هو المنجل اللي كيقلعوا به الزراع،
وانا خالعني قلت لي شي سلاح انا قاعد اخت، وقال لي انا ما عرفتش. قالت له شوف دي هذا المنجل علقوه مع السلاح باش تبقى تعقل عليه، ايه وهذا الراس علقوا دا المنجل داروا مع مع السلاح، دا الراس علقوا وما هي تستنى. نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث، نهار الرابع، نهار الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر ما بانش. اي قالت ولي راه يكون قاضيها. جابت العوايد نتاعها وراها جايه ناشطه حتى تخلط لهاد البلاد بانو كندا، بقات تسول ولادي كاين شي واحد تحارب مع المياسة بنت الملك جابر؟ قالوا لها كاين. وكي دار؟ قالوا لها راه في العرس، راه مبرع مع راساته وراه ناشط وراه غلبها وراه بخير. ياك أبقات تزغرت وفرحانة، هي جات داخلة للبلاد وهي تراعي في الريسان تلقى الراس نتاع القرع ولدها عاد يقطر بالدم. اي هذا هو العرس. قالت باللاثة والأصنب والهبل يعلى، تغضب عليها النار اللي تطيب الطعام وتضوي في المكان، الخطر شهلة. يا كيما لقيتها قطعت لي راس ولدي، إلا ما نجيب ليها شي اللي يخلف ليها الثار، تعرف العقايزات ما بقاوش على وجه الأرض. هنا يا سادات يا كرام، راها جاية داخلة البلاد، اسمع واش غادي يدير هاد العزوز في الراي ديالها، والحكايه رحنا زايدين فيها قدام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتحياتي للجمهور اللي كيتبعوا كلام الله والحبيب محمد رسول الله. والشيخ علال خوكم راه زايد معكم في هاد الكلام، حتى الى متنا نخليوه تاريخ للشباب اللي راهم جايين. والسلام عليكم.